ازيكم اصدقاء، عاملين ايه الاخبار؟ زي ما قريتوا كده في عنوان الفيديو، انا جاي معاكم النهارده دردش في نقطه واتكلم معاكم في نقطه، وهي نيو تكنولوجيز، التكنولوجيا الجديده والمجالات الجديده اللي طلعت. خلينا نبدا الموضوع من الاول. في اخر 20 سنه، وسط التطور اللي حاصل والتقدم والعالم والمشاكل الجديدة اللي بتقابل الناس، فبالتالي بدأ إن يكون في مجالات جديدة عشان تحل المشاكل اللي بتقابل الناس. المجالات الجديدة اللي فتحت دي كلها بدأت إن هي تدي فرص عمل لناس أكتر في مجال البرمجة عامة. يعني النقطة بقى تحديدا أو الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه هو إن أي حد جديد داخل المجال ليه ما يبقاش يونيك؟ ليه ما يبقاش يحس او مش يحس يكون في مجال هو جديد ومنفرد بيه، بعيدا عن المدعكه اللي بتحصل، بعيدا عن اللي بيحصل. يعني انا شايف مثلا عندنا في مصر الناس كلها محشوره في اربع خمس حاجات، موبايل والويب وخلاص، شكرا، مفيش حتى حاجه ثالثه، مفيش تاني، ديسكتوب لايك كمان. وفي الشركات القديمة والكبيرة بيكون فيها أجزاء ديسكتوب بس، خلاص يعني، فاهم؟ موضوع مش عايز أقول راحت عليه بس، ولا أصبح من الماضي طبعا، لكن في حاجة جديدة أحسن، يكون المقابل المادي بتاعها أحسن، وفي نفس الوقت إنك تتعلم حاجة جديدة بتوسع آفاق عقلك، بتفهمك حاجة جديدة أنت مش فاهمها. فهي دي النقطة، يعني إن إحنا ليه ما نتجهش أو نشوف حاجة من الحاجات الجديدة اللي بتطلع دي. ليه يا عم مارك ما اسمع كلامك واسمع بنصيحتك؟ هقول لك انا، لان في منك كتير، وبالتالي فرصتك انك تتوظف او تلاقي بوزيشن حلو او فرصة حلوة بتقل. فلو انت دخلت في مجال او تكنولوجي جديدة او فريم ورك جديد انت بتستخدمه ومفيش منك كتير، بالتالي العكس هيحصل، فرصتك هتزيد، هتلاقي بوزيشن حلو في شغلانة حلوة في شركة حلوة بسعر حلو طبعا. فده السبب الرئيسي يعني. غير بقى في حاجات تانية كتير، ان التكنولوجيا الجديدة بتفتح لك افاق عقلك، ان انت تفهم الدنيا بتمشي ازاي، الشركات بره بتفكر ازاي، ايه الترند الجديد اللي طالع، ايه اللي جاي، الكلام ده كله. طيب فين يعني ابص فين وابدا، يعني اشوف او يعني اعرف منين ايه المجال الجديد اللي انا اوجه له وابص عليه او ادي له اهتمامي. في حاجات كتيره، يعني انت ممكن تروح مواقع كتيره زي تيك كرانش، وممكن اكتب لكم في الديسكربشن مواقع كتيره بتكلمك على ستارت ابس مثلا وحاجات كده. فبدا يستخدم التكنولوجي ده، فالقيمه السوقيه بتاعته زادت، فاهميته زادت بالتكنولوجي الجديده. مواقع كتير بتتكلم يعني عن اخر الترندز والاخبار والمجالات الجديده يعني. طب انا هنا محضر زي لسته كده صغيره بالمجالات الجديده اللي هي لسه ما تعمقتش في مصر، بس خلاص يعني دايما كده بحس ان في فرق سنه او سنتين ما بيننا وما بين اوروبا او امريكا او ايا كان. فالمجالات دي خلاص هي دخلت، يعني داخله مصر، وفي نفس الوقت هي مش في اوجها في بره، بس هي الناس بدأت بره تهتم بيها، تديها اهتمام كبير، بدأت الناس تتعلمها، بدأت الناس تشتغل فيها، بدأت الناس تتطور التكنولوجي بالترتيب. هم مش كلهم طبعا، انا زي ما قلت لك في السرد اللي قبليها، انت يعني المفروض انك تخش تشوف ايه الجديد. طب انت ايه اللي عايزه؟ ايه اللي دماغك جايه معاه؟ او مجال الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز، طبعا مجال قوي جدا، ليه مستقبل. يعني انا طبعا مش التقييم ده يعني ما تحسبش عليه خالص نهائي، انت قيم انت وانت اللي اختار، ويعني لو انت خدت بالنصيحه دي فالموضوع ده هيكون على مسؤوليتك. يعني ده بالنسبه لي انا كمارك لسه ما اخترتش مجال، يعني او لسه ما ركزتش او اتعلمت مجال منهم، بس انا مهتم، انا في مجال او اتنين من دول انا حاطط عيني عليه ان انا ابدا اتعلم فيه، ادوس واحده واحده حتى يكون معايا كباك. يعني ال 5G تكنولوجي بدا في مصر برضو، في شركات بتشتغل فيه زي هواوي. البلوك تشين ديفلوبمنت طبعا، العملات الرقميه ده الترند اللي في الفتره الحالي، واعرف بلوك تشين ديفلوبر بيشتغل ب $200 في الساعه، وده مش قليل يعني، رقم مش قليل.
وده مش اقل حاجه طبعا، بس ده المتوسط يعني. فده لو المتوسط ده حاجه عظيمه جدا، ومجال يعني ليه مستقبل خلاص، هو ده اللي جاي. ال في ار والارجيومنتد، انا اسف، الفيتشوال رياليتي والارجيومنتد رياليتي طبعا يعني بدأت تدي كمبيوتر فيجن طبعا برضو من الحاجات اللي حتى في فترة كورونا دي بدأ يبقى ليها أبلكيشنز قوية، بدأت تقنع شركات كبيرة بيها، يعني حاجة مجال قوي الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي بتطلع منه، سواء ديب ليرنينج بقى وحاجاته كتير يعني. كان في اقتراح ان احنا ان انا يعني انا نتكلم عن كل مجال من دول كده بالتفصيل، ندردش فيه شويه، نشوف ده ايه مزاياه، عيوب، متوسط الدخل فيه كام، الفرص فيه قد ايه، في فرص كتير ولا لا، عدد الناس فيه قد ايه. فلو موافق يا ريت تكتب لي في الكومنتات، ويا ريت لو عندك اي تعليق عن الفيديو بتاع النهارده اكتب لي في التعليقات تحت، انا هكون مبسوط جدا. مشكور ليك جدا انك وصلت للنقطه دي في الفيديو، واتمنى منك انك تشترك في القناه وتعمل لايك او تحفزني حتى الكومنت، انت تقول لي كمل يعني. مشاكل جدا، باي.